العربي والإسلامي. مشروع قانون سحب الثقة من الرئيس المرزوقي يجمد في آخر لحظات ويؤجل النقاش حول مصير الرئيس وسط ظروف متوترة، لكنها أراحت المرزوقي إلى حين على ما يبدو. 4 نواب بالمجلس الوطني التأسيسي يتراجعون ويسحبون إمضاءاتهم من مشروع لائحة سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وبالتالي فالنصاب القانونية لم تعد متوفرة لطرح هكذا مشروع على البرلمان. تبريرات النواب المنسحبين من اللائحة تقول إن البلاد بحاجة إلى وحدة وطنية في هذه الظروف من المرحلة الانتقالية، وبأن المجلس التأسيسي بحاجة إلى أجواء هادئة لمناقشة مشروع الدستور، وهي الأجواء غير المتوفرة حاليا. انسحاب النواب في آخر اللحظات بعدما حدد مكتب المجلس موعد الجلسة العامة طرح إشكالا قانونيا في المقابل. أما سياسيا فيقول النواب إن مشروع القانون كان مشروعا هزيلا للغاية، ولا يعلل طرح سحب الثقة من الرئيس الذي لا يزال تحت حماية عدد من الأحزاب القوية من بينها حركة النهضة والترويكا الحاكمة. مشروع القانون يبدو أنه جاء فعلا في ظروف لم تكن في محلها، يقول مراقبون، خاصة بعد إعلان الجنرال رشيد عمار استقالته ورغبته في التقاعد، وهو الشخصية التي توصف بحامي الثورة التونسية، في وقت يقول آخرون إن على عاتق الجيش الآن مسؤولية كبيرة داخليا وخارجيا، وبأن البلاد بحاجة لهدنة سياسية تخرج بها إلى بر الأمان ومن المرحلة الانتقالية. أمين حميدي، العربية.